شلك صح تخدم تتمد اتعمق والله نجي في ليله الليالي انت تلقى نفسك تسبح في الهواء وانت في ليله القدراء نادي عليك قلع شوف لنا توق السوق ولا طالع استراحه الحمد لله طلعت برا والله انت من نفسك اتمنى ما تراك تؤذيهم دائما بكلامك كذا والله والله تؤذيهم ما تتمنى تكون معك جنيه في البرنامج ذا اعوذ بالله اي والله بس في البرنامج بس سمو بالله تختفي خلي جسمك هناك وانت طالع برا لو بكيت دموع عيني ما تبيت دموع عيني ما تبيت وان شكيت الشكوى ما فيها ملم كل يوم يذوب في عرقي وريد يذوب في عرقي وريد والله اني خايف على اثنين اودع حمد اليوم منو؟ مودع انت غصب منو؟ مودع اثنين سواء لا بس منو؟ لا اثنين مودع 16 لا لا قال عليك رجال يقول بتودع 16 ما فرقت في رجال انا اللي نودعك اليوم يا صاحبي الله يستر الله يعني ما نودعكم بمشي على طول اكبر سقطه للبرنامج اني اكون انا حسين صالح حسين وفهد العجمي ايش؟ تخيل اول ثلاث اسابيع اليوم سقوط العظماء اليوم سقوط العظماء اليوم ابو غازي حلف قال ثلاثه واحد من هالثلاثه بيطلعون ابو عابد او ابو عبد الاله او برانجلا حلف واحد بيطلع برانجلا اليوم سقوط العظماء صدق صح كم لهم كم صار لهم تصويتك زين الحمد لله تصويتك زين لكن انا قدمت لا والله فرضين مدي فرض حسب علي طيب احشر دورات يطلع اسمك ايش دورات يا جماعه قال ساعه خلاص ساعه احشر دورات طيب وين دورات قدمنا المسرحيات وشاركنا تفاعلنا لجو ضيوف نرحب وقدمت للضيوف ذاك اليوم طبخنا طبخت وسويت قهوه وشاي نعم ودفنت مرتين وقلت كلمه والله يا عشر عقبه اقسم بالله انا في ناس مخصوم عليهم ظلم انا اشهد من محمود الناصر فهد العجمي مخصوم عليهم ظلم يا فهد العجمي الله يجزاك خير خانكم سهل يومين اقوم عجز معك انا في صلوات نايمه افتحوا الكشف لقوا يوم الاثنين غايب يوم الثلاث غايب على دقيقه عن العصر والمغرب فهمت؟ يا ربي الزبده رجعوا السجن فهمت علي؟ المهم رجعوا لقوه في الصلاة مصلي في الثنتين مصلي جسم كنا مراقب في العصر ذاك اليوم حتى يوم السابق ذاك اليوم هو ما قومتكم مسابقة وحمود فرضين ونديه واليوم بعد الله يجزاه خير جاي اليوم بس يا عبد الله بالله كل ما جيت ما ادري والله ما ادري والله ترى انا لا عشان ما اظلم والله انا انسى بس عنك حاجه انا شوف عنك حاجه حمود ارشحه انه يطلع يطلع برايم نطلع على كل ترشحاتي انا ترشحي تمام التصويت اول شيء ما خسرت في المسار لا انا اقول لك انا ما اقول لك اتمنى انا اقول لك التوقعات اللي ما سوى شيء هو ما خلص واحد اول واحد انا فهمت علي يعني انا اضعف واحد فيكم ممكن. انا ما سويت شيء هذا تواضع عندك تصويت هذا متواضع هذا انا اضعف واحد فيكم صراحه تصويت ايش بعد تفاعل اي بس عندك تصويت لا مو تصويت قضيه التصويت انا يمكن العاشر تصويت مو بعالم مهنا تصويت قوي ولا انا كم سنة. انا كم ما مدري هم قالوا لك قالوا لي انا يمكن العاشر والحادي عشر انا ما قالوا لي هذا اللي ما زبط انت ما قدمت شيء انت ايه والله ما غير لا ما اخذ من سال 75 قال دقه بس دقه وبعد الثلاثه هن ما قدمت الحمد لله صح ولا صالح الحمد لله كل شيء مكتوب بيك من نص صفر من نص صفر لا تتعب راسك ولا بطل انت اكلمك يا صالح من نص صفر اخذ هذا ابو عم اخذ ولا يوم ثلاث ايام مو موجود ها مهدد من ابو عم هو ابو عم لا ليه حمود لا في ناس اليوم اذا ما طلعوا ابراهيم بكل امانه تشيل الدعوه فيها ان مره لا يمكن التصويت لا 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 هم بيعلنون الدرجه التصويت في ناس لهم ثلاث ايام ما معروف في ناس اذا ثلاث ايام خلينا والله ما عندي الا ذا المسرحيات و هاي تشفع لك نعمه لكن في ناس اذا والله ما طلعوا البرايم ذا اي قضيه انا حتى اسالك بالله انك تعلمني منهم عادي بصراحه لا والله والله يمكن هذا عندنا خلها يمكن هذا عندنا ما هي زينه امشي
يمكن ذا وحيدان عادي انا والله راضي ما عندي لا قصدي يمكن وحيدان ما انت منهم لا اقصد في اشخاص باي مو بالخمسه في كم شخص كذا شخص اذا ما طلعوا اليوم براي يا اخي سهله بقول لك اللي غاب اللي غاب اكثر مره اللي غاب انا منهم اكيد اللي غاب اول واحد لا والله هيجعلك سالم تمرن تتقهوي وتقوم و... اللي غابوا اللي غابوا لا والله اللي غابوا انا هو خلاص خلاص اول واحد خلاص عارف شوف عمي شوف عمي لا لا تكلمك اللي غابوا عم يومي طيب مو سويت قوي تصويت قوي لعمري ماخذ 200 ماخذ الاول علينا ما ليش لان كان تصويت اول اسبوع قوي وكان مجمع نقاط نجمع نقاط واجد بس على نسبة التصويت الاسبوع زين الاسبوع الجاي الاسبوع الجاي بروح اشتري فلوس ابراهيم هذا ابراهيم هذا اشتري فلوس اشتري دخلت كبير قد دخلت كبير انت رجعت انت لا 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 قالوا واحد يرجع في نسبة جديدة بس ما اتوقع لا شوف الاسبوع هذا ابراهيم هذا مصيري بيطلع امور كثير بيوضح من اللي نسبته عالي تصويت من اللي درجاته عالية بيوضح امور كثير خطر والله خطر ذا الابراهيم والله مره صعب 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 يعني اذا انتهى ذا الابراهيم يبقى ثلاث ابراهيمات على النهاية ثلاث اسابيع يعني خلاص ما ادري ايش ثلاث ابراهيمات بس والله الرابع النهائي اما النهائي قبل اسبوعين انجازه ما ادري هو قبل وين ابوي مدرسه لا لا قبل اسبوع اجازه ولا وش كيف قبل اسبوع صالح انت محافظ على الصلاه ولا صلاه فتت اجل كم حتى سالت عبد الرحمن كذب قال وصل طيب وانت فرضين ما ادري كيف جات والله ما ادري كيف جات كيف فرضين مره هذا قهرني دخل علينا في الغرفه خلصنا الصلاة طيب قوم الله يقلع يعني عقب تخاصي مقوم قبل الصلاة والله ما قومت الله والله مقوم الدم صالح قلت أنا ما دريت كنت راقد عند الشباب هنا أنت والله إيه وزعلت عليك ذاك اليوم هذا الفرض اللي أذكر الفرض الثاني ما أدري كنت لازم نتعاون أنا اللي قمت والله أنا أدخل عليكم دايم أدخل عليك إيه يجعلك سالم يا أخي نسى من الحين ننزل إبراهيم اليوم سالم والله من الحش الزايد صل انت اذن العشاء اذن العشاء اهلي اذا مزاج صلاه صلاه سالم انت مزاجي انا بحلل شخصيتك يا ملاك صالح انت مزاجي تحب نفسك بكثير